أو مسلحي لجان المقاومة الشعبية تمكنوا من دحر عناصر القاعدة من جبل يوسف الذي كان يطل على مدينة لودر. كانت ربما مواجهة ومعركة فعلا نوعية ومتميزة في لودر، شارك فيها الجيش والمقاومة الشعبية وتمكنوا من دحر القاعدة. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا بأن قتل القاعدة في هذه المواجهة كان أكثر من 20 قتيل، بالإضافة إلى بعض الأسرى من جنسيات أيضا غير يمنية، بالإضافة إلى عدد من القتلى في وسط الجيش وأيضا رجال المقاومة، وعلى الأخص في كتيبة تابعة للحرس الجمهوري شاركت في هذه العملية وفي اقتحام الجبل. أما في لودر وزنجبار فأعتقد أن هناك خطة مدروسة يجري تنفيذها عسكريا أقول بتأني، وأعتقد أنه باستشارة أمنية واضحة بالنسبة، لأنه ليس هناك اندفاع كما جرى في المرات السابقة. يجري تنفيذ ضربات جوية لتستهدف أولا ضرب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المدفعية وغيرها التي بحوزة القاعدة وكانت تؤثر كثير. أيضا يجري أيضا تقدم الجيش بطريقة مدروسة حتى لا يقع في فخ أو يتم الالتفاف عليه من قبل عناصر القاعدة الذين أيضا أعاد الانتشار في جعار والمناطق المحيطة بها وأيضا في زنجبار لاستعداد للمواجهة والاقتراب القوات. هناك طبعا تقدم للقوات من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية باتجاه مدينة زنجبار وأيضا بحذر شديد. أعتقد أن هناك واضح بأن الخطة هذه تختلف تماما عن كل الخطط السابقة. حمود وأن نعم حمود، يعني على أي المحاور تجري المواجهات العنيفة؟ نحن سمعنا عن معارك شرسة. المواجهات تدور منذ 4 أيام على محوري أو من 3 اتجاهات باتجاه مدينة زنجبار وجعار على بعد تقريبا 50 كيلومتر شرق مدينة عدن، من 3 اتجاهات من جهة لاحج وأيضا من الجهة الغربية أقول ومن الجهة الجنوبية والشرقية أيضا من جهة البحر. وهناك تقدم من المحاور الثلاثة، لكن أيضا تقدم حذر يعتمد على معلومات دقيقة وأيضا استخدام سلاح الطيران والمدفعية حتى للتقليل من خسائر الجيش لأيضا إحكام السيطرة على المناطق التي يتم التقدم فيها. أما لودر أيضا هي المحور الثالث وهي شهدت مواجهات كانت اليوم وخلال اليوم الماضي هي الأعنف من نوعها، وأسفرت عن تقدم وضح للقاعدة من المواقع التي كانت قد تمركزت فيها منذ أكثر من 4 أسابيع، تم صدها وتم أيضا إفشالها في محاولة اقتحام المدينة والسيطرة عليها. حسب المعلومات أن هناك تعاون بين الجيش وبين المقاومة الشعبية أبناء المنطقة برجال أبناء القبائل وأبناء لودر في تعقب حلول القاعدة في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة، وأيضا استعداد لمهاجمة مواقع القاعدة في منطقة أم عين التي تبعد تقريبا 12 كيلومترا إلى الجنوب من لودر، وهي أحد المنطلقات الرئيسية لمهاجمة لودر. فأقول أن المعركة لم تنتهي في لودر، وأيضا عملية مؤشرات الحسم أقول أنه في إصرار على الحسم، ولكن طيب. حتى الآن يعني ليس هناك ما يمكن أن نقول بمؤشرات إخراج القاعدة في حتى اليوم من زنجبار وجعار بانتظار ما ستشرع عنهم المواجهات خلال اليومين أو الثلاثة الأيام القادمة. شكرا لحمود منصر مراسل العربية.